وانتي ايه يا ابله؟ جايه هنا تعملي ايه؟ تتابعي حمل ولا تسقطي؟ لا دي اهانه. اه شايفه انتوا جايبين لنا الكلام ازاي؟ لازم تشتغلوا في الشمال؟ احنا؟ اه انتوا. يعني لو واحده جالها القولون العصبي فجاه تعمل ايه؟ ما تتعالجش؟ ما تكشفش؟ انتوا ما عندكمش بطنه ليه؟ انتي كدابه وحورتجيه. انا بنتي ما كانتش عندك في البيت. انا نازله وراها من البيت خطوه بخطوه لغايه ما وصلتوا هنا. انت باين عليكي لا ابله ولا نيله، انت مدوراها. لا حسبي كده يا راندا. طب كويس توك ما فقتي من النوم ومشيتي وراها، يا ريتك عملتي كده من بدري، كنت وفرتي علينا الهم والغم. معلش يا راندا انا اسفه يعني. لا لا يا حبيبتي لا، انا عملت اللي لا يعمل. اه عملت البدع واللي عشان استر عليكي. استر عليها؟ اه هعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان. امك لازم تعرف.